طبعا الحمد لله سوريا بتتابع مع مستوى افريقيا بالكامل وشمال افريقيا والخليج بالكامل واوروبا بالكامل. الحمد لله بنشارك اكثر من 50 بلد على مستوى العالم في مجال الكهرباء والبنيه الاساسيه. افريقيا بالذات احنا مركزين فيها نسبه عاليه برضه عشان خاطر ايه، افريقيا اصلا محتاجه لاناره ومحتاجه لكل الخدمات ومحتاجه الانفراستراكشر لمده 50 سنه قدام. شايف ده مجال كويس جدا جدا للعمل، مش بس شركات مصريه، كل الشركات العربيه. دخلتم في شراكه مؤخرا مع شركه المطولون العرب لبناء سد كهرومائي في تنزانيا، سد ستيجلر. حدثني عن تفاصيل المشروع وحصه شركه السويد وايضا سبل تمويل هذا المشروع. هي السد ده جه عن طريق رئيس كان زار تنزانيا من سنه ولقى هناك في سد بيتعمل، فرشح يعني اقترح على سياده الرئيس التنزاني ان شركات مصريه تقدم فيه. الحمد لله ربنا قدرنا تقدمنا فيه احنا يا رب بالشراكه، وخلال هذا العام بدعم الدولة ودعم الحكومة المصرية هنوقع العقد يبقى في الأربعاء القادم. وده الحقيقة من أكبر السدود على مستوى العالم، من أكبر 10 سدود على مستوى العالم، وده هيعمل فرق جامد جدا في أفريقيا وفرق للشركات المصرية. حصة السويدي إلكتريك من المشروع في حدود 50% الحصة، والحقيقة دوت برضو احنا مؤمنين يا رب بالشراكة، وده حقيقة هيدي كفاءة جامدة جدا للشركات المصرية. في عمالة مصرية مش أقل من 2000 واحد ومعدات وتقنية برضو إن شاء الله. تمويل السد يعني كم تبلغ أولا تكلفة التمويل وكيف سيتم تمويله؟ المشروع في حدود 3 مليار دولار وتمويله عن طريق الحكومة التنزانية وبعض الجهات الأخرى. لن يتم التمويل من خلال بنوك مصرية أو من خلال التمويل الذاتي للشركة السويدية؟ لا كله عن طريق الحكومة التنزانية وجهات تمويل أخرى إن شاء الله. باشمهندس احمد، اعلنتم مؤخرا عن الغاء محطه لطاقه الرياح كانت مقرره مع الحكومه المصريه وارجاع الارض الى هيئه الطاقه الجديده والمتجدده. لماذا تم الالغاء وهل كان التمويل احد اهم مشاكل تنفيذ المشروع؟ لا والله، هو تم الغاء هذا التعاقد وحاليا بنوقع عقود اخرى معهم، ملوش اي دعوه بالموضوع، يعني مجرد بس الغاء موقع معين وتنفيذ مشاريع اخرى في مواقع اخرى ان شاء الله. نتائج اعمال السويدي الكتريك في 9 شهور اظهرت بعض التراجع في الارباح، اسباب هذا التراجع وايضا توقعاتكم لنتائج الاعمال بنهايه 2018؟ هي النتائج معقوله وحسب المتوقع، وان شاء الله برده في فتره السنه الكامله هتبقى ارقام معقوله ان شاء الله. طيب حدثنا عن استراتيجيه الشركه في 2019 وايضا ابرز المشروعات التي تعتزم الشركه تنفيذها سواء في مصر او حتى في توسعاتها الخارجيه. عندنا توسعات كويسة في مجال الكابلات، بنوسع في الاستثمارات في الكابلات، في نفس الوقت برضو في المحولات وفي الأشياء الأخرى، وبنحاول نحن برضو نوزع محطات التوليد. هذا احنا وقعنا محطتين في الإمارات، وحين بنوقع كل فترة محطة أخرى. في الحقيقة بنتوسع في مجال المقاولات اللي هو الكهربائية، وفي نفس الوقت بنتوسع في الاستثمار في مجال الكهرباء في أفريقيا إن شاء الله.